الفنانة نسمة، بدنا نرحب فيك على شاشة عربيكا. أهلا وسهلا. Thank you. Hi. Hi, سعيد. أهلا وسهلا. نسمة، بدك تخبرينا عن الكليب اللي عم ياخد أصداء حلوة كتير لدى عرضه على شاشة عربيكا، معك برتاح. هو أول العمل لإلي، معك برتاح، من كلمات الشاعر أحمد ماضي، ألحان طارق أبو جودة، وتوزيع الأستاذ ناصر الأسعد. مثل ما كلمات الغنية معك برتاح غنية فريش للصيفية، وكلماتها سلسين وموضوعها حلو، إن شاء الله تكون نالت أعجابكم. فكرة الكليب كانت حلوة، بتعتمد كتير على الطبيعة وعلى الجمال، وبتظهر قدراتك بالعزف على أكثر من آلة، خبرين. مزبوط. هو مثل ما شفته بالكليب عم بعزف على آلة الفلوت، فحبيت فرجي للعالم إنه بقدر أنا أعمل الاثنين، يلي هو إنه أقدر غني وأعزف، وتشيز بتطلب مجهود أكثر للغنى والنفس بنفس الوقت تكون عم تعزف وتغني. شفناك ايضا بحفل اطلاق الاغنيه اللي جمعتي فيه اهل الصحافه اللبنانيه، قدمتي عزف وقدمتي غنى مباشر، المهمتين يعملون عاده بنفس الوقت مهمه صعبه، قد ايه كان صعب عليكي؟ هي بالبداية كانت صعبة بالنسبة لي، بس هلأ يعني مع الحفلات والتمرينات الصوتية والنفس صارت عندي الشغلة كتير طبيعية. إلى جانب الفلوت أنا بعزف على البيانو وبعزف على آلة المزمار، والآلة المزمار بدها كمان مجهود زيادة يعني بالغنى وبالعزف. شو صعب حبيبي حياتي بلا بتغني بأكثر من لغة، خبريني شو اللغات اللي بتتقنيها وبأي لغات بتحب تغني؟ بغني بالإنجليش، فرنش، لاتن، إيطاليان، وعربي. طب غني لنا شوي بالإيطالي هلأ. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, sono l'italiano, l'italiano vero. بس ما كمان شفنا بالحفل اللي عملتيه لأهل الصحافة أيضا فرقة الدبكة، يعني كمان فتي على اللون الفولكلوري التراثي إضافة للألوان التانية اللي بتغنيها. مزبوط. هو لأنه كمان حبيت دخل مع الآلة التراثية اللي هي آلة المزمار، حبيت دخل تاتش الدبكة اللبنانية، ويكون معي هيدا الإكيب الحلو، وبحيي زفات.com وإنجل أند هاربس اللي هن كانوا مرافقين بهيدا العمل، دائما بالقصص الدبكة وهيك، بقول لهم بيك ثانك يو، وبحيي مدير أعمالي ربيع وهبي اللي هو عم بيشرف على كل أعمالي ونجاحاتنا سوا إن شاء الله. نسمة، إذا بدنا نقول مين فنانك أو فنانتك اللي بتشكل لك مثال أعلى، مين بيكون؟ أكيد الست فيروز، وإلنا فخر نحن نفتخر فيها كفنانة رائعة وست الستات، وأنا بتمثل فيها أكيد. وبتحسي اليوم إنه الساحة الغنائية اللي مشتعلة بالمنافسة تقبل اليوم صعود نجمة جديدة مثلك، أنت عم تقدر تشق طريقة؟ هو مش غلط يعني، أكيد دايما هي الساحة الفنية مفتوحة للجميع، بس هو كل شخص هو وشطارته يعني قديه، وهي كمان قصة اللاك عنده قديه، عنده فرصة يقدر يفرجي مهاراته وشو بيقدر يعمل للجمهور يعني شيء جديد، وهيدا الشيء اللي أنا عم ببرم عليه صراحة مع الفلوت. حبيت فرجي للعالم إنه الفنانة العربية اللبنانية فيها كمان إلى جانب الغنى تعزف على آلة نفخ، وإن شاء الله تكونوا حبيتوا. نختم هيدي المقابلة، وقبل ما نسمع كليبك معك برتاح، دندني لنا فقرة صغيرة منك. معك برتاح وما عم برتاح لأنك غايب عني، إلك بشتاق وما عم تشتاق، شو صار لك تعطمني، بتزعلني وبتزعل، عم تبعد عني وما بتسأل. شكراً نسمة، وأهلا وسهلا دايماً على عربيكا. Thank you so much. وتابعونا بكليبي معك برتاح على عربيكا تي في.